السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الفيديو هذه اللي غنهضروا فيها على لا بريباراسيون مونطال و زيكزامان. ما غاديش نديرها انايا، غيديروها دي ستوديون اللي غادي يعطيكم لي كونساي ديالهم على ثلاثه ديال المحاور. المحور الاول سيمانه قبل، المحور الثاني هو نهار قبل، والمحور الثالث هو النهار ديال الاكزامان ولا النهارات ديال الاكزامان. نخليكم معاهم، تلاقاو في الاخر ديال الفيديو. ماي مابينغ هي واحد الطريقه اللي كنلخصوا بها الدروس على شكل خطوط او عارضات. الخطوط هي الطريقه اللي كنستعملوها باش نعملوا بها مراجعه عامه لجميع الدروس بطريقه مبسطه. نديروا مجموعه من الانشطه ونعملوا حاجه تفرحنا ونخرجوا من ديك الجو ديال القرايه والدايره والستريس. دونك لا بارتي ديالي غنضركم على لابوني جين، هي شي عادات واحد من جديد وعين فيك حياتك عاد تتعرف هاد لا سيمين بالقليله. شنو غاتمنى؟ غاتولي بحال تحاول تنعس بكري، تحاول تبعد نقص شويه من التليفون، تحاول الدروس ديالك تضبطهم، ولكن ماشي عاد تضغط على راسك تكون على طاقتك، ولكن واخا داكشي ما عتفشش راسك باش ما تفشش في الامتحان، وتحاول تجيب النقطة ديالك مزيانة، هادي تقدر تنفعك حياتك كاملة، ماشي غير ديك لاباريون ديال الامتحان اللي عتكون كتخدم فيها. فترة الامتحانات كيكون المفروض عليك ترتاح باش تفيق وتنعس مزيان، خاصك تحفز راسك باش ترفع الثقة بالنفس ديالك. في نهار الاخر باش تجنب المرض خاصك تاكل مزيان وتحافظ على الهيجين. خاصك تنعس بكري باش تفيق في الصباح مزيان في حاله جيده. ما نبدل حتى حاجه في عاده الفياق واللباس، وندي معايا الماء وشي حاجه حلوه. ملي تسالي الامتحان ما تناقشي الاجوبه مع صحابك، حيت هادشي غيحبطك وصافي ويقدر يهبط لك الموال وما غيفيدك في والو. خذوا دي بوز فوسط ليكزامان باش تجددوا الطاقه ديالكم وتبداو من جديد. قبل ما نجاوب خصني نقرا الاسئله مزيان باش نفهم. نتمنى يكونوا هاد النصائح نفعوكم شي شويه بور لا بريباراسيون. كنتمنى لكم حد سعيد، نتلاقاو فيديو واحد اخرى. السلام عليكم.